بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، السيد رئيس مجلس الوزراء، السادة الوزراء، السيدات والسادة الحضور الكريم، يسعدني أن أرحب بكم في حفل افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجيبت 2017. هذا الملتقى المتميز والذي يشرف برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وهو أول مؤتمر يحظى بهذه الرعاية الكريمة، بما يعكس اهتمام الدولة بقطاع البترول والدور المهم الذي يلعبه في الاقتصاد القومي. ويقام المؤتمر لأول مرة بمصر بمشاركة من كبار المسؤولين ومتخذي القرار بكبرى شركات البترول العالمية ومؤسسات التمويل العالمية، وذلك للتعرف عن كثب على صناعة البترول المصرية بمقوماتها وقدراتها والفرص الاستثمارية المتاحة. وتأتي أهمية هذا المؤتمر لما سيناقش من موضوعات بالغة الأهمية ليس فقط على المستوى القومي بل على المستوى الإقليمي والعالمي. وفي مقدماتها الرؤية والحلول العاجلة لقضايا الطاقة، بالإضافة إلى إصلاح التشريعات لتحفيز الاستثمارات في هذا المجال وسبل توفير التمويل اللازم لها. يمثل مؤتمر إيجيبت 2017 فرصة حقيقية لإثراء الحوار وتبادل الآراء والمعرفة والخبرات في هذا المجال الحيوي، كما أنه فرصة لشباب المهندسين والجيولوجيين والفنيين لتنمية مهاراتهم والتعرف على أحدث البحوث والتقنيات في هذا المجال، حيث يخصص المؤتمر برنامجا تحت اسم الشباب، شباب إيجيبت، لتنمية وصقل المهارات والحصيلة المعرفية لطلاب جامعات وأقسام البترول والكليات والمعاهد ذات الصلة بهذه الصناعة الحيوية. كما يتم تخصيص برنامج للمرأة تحت اسم المرأة والطاقة، يتيح لها المناقشة والاطلاع وتنمية دورها في قطاع البترول. ويشهد المؤتمر إقبالا كبيرا بالرغم من انعقاده لأول مرة، حيث يشهد مشاركة أكثر من 150 متحدث في مجال صناعة البترول والغاز خلال 43 جلسة على مدار أيامه الثلاث، كما يضم أكثر من 320 شركة دولية عارضة عبر ثلاث قاعات رئيسية يمثلون ما يزيد على 20 دولة، بالإضافة إلى 8 شركات بترول محلية و8 شركات بترول دولية وأربع شركات رئيسية لخدمات البترول و8 أجنحة تمثل الدول المشاركة في هذا الحدث. السيد الرئيس، السيدات والسادة الحضور، يأتي انعقاد المؤتمر في مصر في وقت تشهد فيه البلاد تحولات عديدة وانطلاقة كبرى في العديد من المجالات، إذ أن التطورات التي حدثت خلال الأعوام القليلة الماضية جعلت الجميع يتطلع إلى مستقبل أفضل ونهضة شاملة في كافة المجالات، بما يؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة لجموع المواطنين، ويساهم في استعادة مصر للمكانة المرموقة التي تليق بها عربيا وإقليميا وعالميا. ويدعم هذه التطلعات إرادة سياسية قوية وحكومة ملتزمة وشعب عريق لديه الوعي والإدراك الكافي. ولا شك أن الطاقة تمثل أحد أهم السبل لتحقيق هذه التطلعات باعتبارها المحرك الرئيسي لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ أن حياة الشعوب وتحقيق طموحاتها ترتبط ارتباطا وثيقا بمدى توافر الإمدادات الأمنية الآمنة من مصادر الطاقة. وقد شهد قطاع البترول المصري خلال السنوات الثلاث الأخيرة جهودا كبيرة لتعظيم دوره المحوري في تأمين إمدادات الطاقة للبلاد وتنمية الاحتياطيات والإنتاج من موارد البترول والغاز للمساهمة في تحقيق رؤية الدولة المصرية للتنمية الاقتصادية ودفع عجلة النمو وإعطاء دفعات للاقتصاد إلى الأمام وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، باعتبار أن البترول والغاز محرك أساسي للنمو الاقتصادي. لذا فقد أعطت وزارة البترول والثروة المعدنية الأولوية لتهيئة المناخ الاستثماري الجاذب وتحويل التحديات إلى فرص استثمارية، بما يساهم في زيادة فرص الاستثمار بصناعة البترول المصرية للشركات العالمية لتكثيف عمليات البحث والاستكشاف للبترول والغاز في مختلف مناطق مصر البترولية البرية والبحرية، وتعجيل أعمال تنمية الحقول المكتشفة، حيث تعد هذه الأنشطة
الدعم الرئيسي لزيادة إنتاج مصر من البترول والغاز وتأمين احتياجاتها من الطاقة. وتزامن ذلك مع خطة الإصلاح الشامل التي تشهدها الدولة من جهود متضافرة بين جميع قطاعات الحكومة بأيدي وسواعد مصرية تتطلع لمستقبل أفضل، لتشهد مصر عصر جديد من الإصلاح بهدف يهدف في المقام الأول إلى تهيئة مناخ الاستثمار. السيد الرئيس، السيدات والسادة الحضور، إن برنامج العمل الذي تنفذه وزارة البترول لتنمية موارد مصر من البترول والغاز يرتكز على عدة محاور مهمة، في مقدمتها العمل على تكثيف طرح المزايدات العالمية سنويا وزيادة عدد الاتفاقيات البترولية والتي تعد حجر الأساس في تحقيق الاكتشافات الجديدة ودعم احتياطيات وإنتاج مصر البترولية والانتظام في سداد مستحقات الشركات العاملة في مصر، فضلا عن العمل بخطة عاجلة لإنجاز مشروعات تنمية وإنتاج الغاز الطبيعي والزيت الخام وخاصة في حقول الغاز الكبرى بالبحر المتوسط لوضعها على خريطة الإنتاج في التوقيتات المحددة، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج المحلي وتخفيف العبء على موارد النقد الأجنبي. فبعد أن شهد العام الماضي زيادة تدريجية في إنتاج الغاز، من المخطط أن تستمر الزيادة في الإنتاج مع دخول المراحل الأولى من مشروعات شمال الإسكندرية، أتول وزهر. وزهر الذي يعد أكبر اكتشاف تحقق بمنطقة البحر المتوسط، ويعد دليلا واضحا على أن مناطق مصر البرية والبحرية لازالت تزخر بثروات كبيرة، وكذلك ليرتفع إنتاج الغاز تدريجيا خلال العامين الحالي والقادم 17 و18 وصولا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي. السيد الرئيس، السيداء والسادة الحضور، لقد بدأ قطاع البترول في تنفيذ خطوات جادة لتطوير البنية الأساسية من شبكات وخطوط وموانئ استقبال ونقل الخام والغاز والمنتجات البترولية على مستوى الجمهورية وخاصة في صعيد مصر، حيث تعد شرايين رئيسية لضخ الإمدادات من البترول والغاز إلى جميع أنحاء البلاد. كما أن برنامج العمل لتأمين إمدادات الطاقة محليا يشتمل أيضا على إنجاز مشروعات وتوسعات جديدة بمعامل تكرير البترول وتصنيعه باستثمارات حوالي 8 مليارات دولار، من بينها أحد أكبر مشروعات معامل التكرير الجديدة بمنطقة مستورد بالقاهرة باستثمارات 3.7 مليار دولار. وفي ذات السياق، فإننا نتطلع لمزيد من التقدم والتوسع في صناعة البتروكيماويات المصرية التي شهدت نقلة نوعية خلال العام الماضي بافتتاح وتشغيل أكبر مجمعين لصناعة البتروكيماويات في الأسكندرية ودمياط باستثمارات بلغت حوالي 4 مليارات دولار. ونعمل على دعم إنشاء العديد من الصروح والمشروعات الصناعية البتروكيماويات خلال المرحلة القادمة. وفي إطار رؤية الدولة الطموحة لمستقبل قطاع البترول والعمل على تعزيز قدراته لمواكبة المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية، بدأنا في تنفيذ برنامج طموح لتطوير وتحديث قطاع البترول ورفع كفاءته بالتعاون مع كبرى بيوت الخبرة العالمية المتخصصة